حل المسافة في نفس الطريقة اللي احنا بنقول عليها. عايز السرعة ادي السي، يعني ايه السي؟ في كتلة هنا، كتلة هنا تعلق وزنها كام؟ 250 ميجرام. في كتلة هنا وزنها كام؟ 250 ميجرام. الكتلة دي بتتعلق بكرة، الكتلة دي بتتعلق في الحتة دي مثلا في السقف، وبعدين جاي كده وراح مثبتها في المنطقة، يعني الحق ده كده. وراح جاي هنا بكتب بكرة كده وحط وزن كام؟ وفي هنا صار في هنا في شيء ما كانش في شيء ما عندناش قوة اختيار، هتديني البيو كيب كام؟ 3 من 10 ودي زاوية البتاع كام؟ 3. عايز ايه؟ عايز السرعة، السرعة بتاعت الجسم ده لما ده يخبط في الأرض، عايز السرعة بتاعت الجسم ده لما يخبط في الأرض على الجسم. وصلي وين سي هيت ذا جراوند. المايند حدد الفلوسفي والبلوك از هيت ذا جراوند ات بي. عايز كتلة البلوك، بلوك ايه؟ عايز سرعة ايه؟ سرعة ايه؟ لما الجسم اللي موجود عندك ده يخبط الارض اللي هو البلوك. خلاص الفكرة كلها عايز سرعة، يبقى انا هعرف اجيب الاكسلريشن بتاعتك. هجيب الاكسلريشن بتاعت قصة الدم 100 تي، واحل التلات معادلات زي دي، مطلع التلات معادلات نفس النظام، معادلة واحد اثنين ثلاثة نحلهم مع بعض، هطلع الاكسلريشن والشد، الاكسلريشن بتاعت دي هستخدمها في ان انا اجيب، هجيب الاكسلريشن ازاي بعد ما اعرفها؟ اقول بما ان الاكسلريشن ثابتة وهو ماشي مسافة 20 قدم، معاك السرعة الابتدائية بتاعته الصفر، تجيب السرعة النهائية. بيستخدم القانون في تربيع بتساوي فيلو تربيع زائد اثنين اي دلتا اس. فيلو بصفر هيبقى ال سكوير بتساوي 2 هي دلتا اس، دلتا اس بتديلك 20 قدم والاكسلريشن بتاعت الاف. خلاص؟ طيب السوليوشن نفس النظام، طبعا طبق القوانين نيوتن بتاعت على كل بلوك، بلوك نسميه بي. ايه القوة اللي بتأثر عليها؟ أول حاجة وزن. وزن الجنب 400. الزاوية دي 30 يبقى الزاوية الجنب 30. يبقى هنا 400 ايه؟ 30 وهنا 400. كده؟ طيب. فينا كورة ايه؟ رد الفعل. الجسم ده فيه كام شد بيسحبك؟ وطالما ده هيتشد الارض كده يبقى الاتجاه ده هو الاتجاه الموجب، يعني ده طالع على الليفت فاكش الاتجاه فوق ولا تحت. خلاص عشان اطبق النيوتن لازم يبقى معايا قوه الاحتكاك، عشان يجيب قوه الاحتكاك طبق الاتجاه اللي بيخش حركه اللي هو الاتجاه الرقص ده. اقول له سوليشن فورم الاتجاه الواي بيساوي صفر، يبقى الارض بتساوي ايه؟ من الـ F fraction تساوي الـ UK في الـ R، يعني تساوي الـ UK 2 من 10 200، 2 من 10 200 بكام؟ 200 جذر 3 يعني تساوي 40. صح ولا غلط؟ حط اللي بعد مين؟ Submission force بيساوي ايه؟ MB ايه؟ جاي الموجب يبقى 2 دي ناقص الريفراكشن اللي انا جبتها زايده في 3 ناقص 400 ساين كام؟ 30 بتساوي ام بي، يعني 2 دي ناقص 40 جذر 3 بس 400 في نص كام؟ 400 في نص 200 بتساوي ام بي كام؟ 400 على كام؟ راح نسمي المعادله رقم كام؟ انا في المسائل دي عرفت، في المسائل دي عرفت اتجاه الحركه بتاعي صح؟ شايف المسائل دي عرفت اتجاه الحركه بتاعي لفوق خلاص؟ فخلاص عرفت اتجاه الحركه اللي بعد اللي هو ايه؟ اتجاه يمين. هقول لك انا بقى دلوقتي النص اللي اخر الدكتور عملها ازاي؟ تعالى عند بلوك ايه؟ بلوك ايه؟ هو ده.
الفرق ما قد عنه دولة بالأسفل وعبارة عن كم 250 صح؟ في جانب في جانب ده الاتجاه ايه؟ فورس يساوي ام ايه ايه يبقى عندك 250 ناقص تي يساوي ام ايه في تي ايه يعني 250 ناقص تي بتساوي ام ايه 250 على كم؟ 25 تعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح انا كده على طول اكتب ان ال ايه ايه بتساوي 2 الحاله ديت استخدمتها ليها على طول بالطريقه المباشره دي بسبب ايه؟ ان فينا كام طرف؟ طرف واحد هنا طرف خلاص؟ مفيش معادله اما احل واحد واثنين وثلاثه مع بعض طبعا الثاني عندي مظبوط ده غير اللي كان ممكن يحصل امتى؟ لو انا خدت الاتجاه ده عشان الاتجاه ده ممكن تبقى الاتجاه ده مش حاسس هتطلع بره حط لنا شهر ان شاء الله خلاص؟ حط لنا شهر لا مش هتفرق تفرق بس في ناس بتحاول ان هي مثلا تحل زي الفترات في الاول لو انت فهمتها على طول وعرفت تطلع على طول الفترات تشتغلها على طول كده تمام؟ يعني يعتبر كان عملت ايه؟ شفت الاشاره من واحد تمام؟ كده وهكذا طيب بص عايزين نطلع ايه السرعه السرعه نفس النظام هقول بعد ما جبت الاي ايه ديت بعد ما طلعت قيمه الاي ايه طلعت قيمه الاي بي طلعت قيمه مين؟ واحده فيهم والموجب هي فعلا الكتله ديت لانها هتتحرك لاسفل فايه بدل اتجاه الموجب بتاعها طلعت معاك الموجب طلعت معاك من السالب اليمين دي لانها ماشيه عكس الاتجاه بتاع الانتصاب بتاع الاتجاه بتاعها اللي هو بتاع زي الدور طبعا مين اللي هتستخدمه في الحل انا عجبه فيه ليه؟ دي هتحل السرعه النهائيه بتساوي السرعه الابتدائيه زائد ابتدائي ايه دلتا اس في سكوير بتساوي ده بصفر زائد 2 في العجل اللي هي بتساوي 5.83 في اتش دي طلع بعد ما خلاص تيجي هنا وده اللي الاي بي ويشيل التيم اللي هنا ويحطها ده الاي بي يخلي المعادله كلها ايه وايه وايه كلها في دي خلاص ممكن واحد تاني يقول لك ايه مش الاي ايه بتساوي 2 بي عشان ديت واخليها 2 اي بي بيبقى المعادله دي تي مع اي بي ودي مع اي بي احلها على الاخر وطلع دي طيب في يعني حاول لو حطيت السنت من الاخر بستخدمه ما تقعدش تعمل لي التعويض و ده الكلام ده عشان ما يكونش منك بس شاهد ده كده خلاص عارف ده كده فين؟ المعادله كلها غريبه ونطلع المعدل العادي ده مشكله شباب دي مساله المساله الثانيه راح جاي هنا وحاطط هنا برضه ماشي ده مشكله